لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من بيروت أحمد ياسين الخبير الاقتصادي. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. هل استنفذت بريطانيا كل الحلول الممكنة حتى تصل إلى قرار رفع أسعار الطاقة لتصل إلى 80%؟ نعم، بالتأكيد الواقع بالنسبة لقطاع الطاقة في بريطانيا يعكس صعوبة كبيرة جدا وتحديات يعني غير مسبوقة بالنسبة لرئيس الحكومة البريطاني المقبل. بالتأكيد تحديات كبيرة جدا، وكل ذلك يرتبط مع العقوبات الاقتصادية الغربية التي تم فرضها على روسيا. يعني مثل هذا الواقع هو ليس فقط بالنسبة لبريطانيا، هو بالتأكيد يعني يخص كافة الدول ذات الاقتصادات المتطورة، خاصة الاقتصادات الأوروبية، انطلاقا من كون أوروبا ككل تعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة الروسية. ولكن يعني أنا أرى بأن البريطانيين حاليا هم بانتظار رئيس الحكومة المقبل. هناك معايير وخطوات من المنتظر اتخاذها للتخفيض من ارتفاع تكلفة المعيشة. حسب آخر استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن ليز تروس هي الأوفر حظاً لاستلام مقاليد الحكم في بريطانيا، ولديها خطة محكمة ومتقنة بخصوص خفض الضرائب بقيمة تزيد عن 40 مليار دولار مليار جنيه استرليني. وبالتأكيد هناك انتقادات وتساؤلات بخصوص كيفية أن تقدم ليز تروس على هذه الكمية الكبيرة. نعم أستاذ أحمد، لكن يبدو أن هذه الخطط التي تديرها بريطانيا وكغيرها من الدول الأوروبية لا تأتي على هوى الشارع البريطاني والشارع الأوروبي بصفة عامة. يعني أوروبا كلها تدور في حلقة مفرغة، زيادة في التضخم، زيادة في أسعار الطاقة، زيادة في أسعار الغذاء. يعني إلى أين تصل الأمور هناك في أوروبا بصفة عامة؟ يعني عند الحديث عن أوروبا كقارة كاملة يجب علينا أن نفصل. يعني بريطانيا هي بالتأكيد تختلف عن باقي الدول الأوروبية بالرغم من أن الواقع الحالي صعب وهذه الصعوبة سوف تستمر للأشهر المقبلة، ولكن بيد الحكومة البريطانية المقبلة الكثير من الأدوات التي يمكن استخدامها للتخفيف من أعباء يعني ارتفاع معيشة المواطن البريطاني. لذلك أنا أراها بأنها مرحلة مؤقتة سوف لن تطول كثيرا، ولكن إذا انتقلنا إلى باقي الدول خاصة منطقة اليورو، أنا أرى هناك تحديات غير مسبوقة بالنسبة لمنطقة اليورو وبالنسبة لمستقبل المشروع الاقتصادي الأوروبي ككل، لأن ارتفاع مستوى التضخم إلى هذه المستويات غير المسبوقة بالتأكيد سوف تؤثر بشكل مباشر على الدول ذات المديونية المرتفعة، وهنا أخص بالذكر إيطاليا التي تعاني من ارتفاع مستوى المديونية لديها لما يزيد عن 150% من ناتجها الإجمالي المحلي. لذلك يمكن أن نتساءل من هي الجهة التي سوف تنقذ إيطاليا في حال بدأ الاقتصاد الإيطالي بالترنح. يعني بالنسبة لبريطانيا هي بالتأكيد مرحلة انتقالية وسوف لن تدوم طويلا، ولكن طب في هذه النقطة بالتحديد أريد أن أفهم أكثر، لماذا بريطانيا تعتبرها أنت أستاذ أحمد بأنها تمر بمرحلة انتقالية أو فترة ما وبيدها الكثير لتفعله عن باقي دول أوروبا، لماذا؟ هذا سؤال وجيه وواقعي، واسمح لي ببعض الوقت حتى يعني أفصل. لأن بريطانيا خرجت من المظلة الأوروبية ولديها الاستقلالية الكاملة باتباع السياسة النقدية التي تراها الحكومة البريطانية المقبلة مناسبة بالنسبة للوضع الحالي. هذا عكس ما هو الحال بالنسبة لدول مثل ألمانيا وفرنسا وباقي دول منطقة اليورو التي هي مقيدة بشكل واقعي بقوانين الاتحاد الأوروبي وخاصة بالمعايير التي يفرضها أو التي تفرضها العملة الأوروبية الموحدة اليورو. لذلك ليس بإمكان البنك المركزي الألماني أن يقوم بنفس الخطوات التي من المتوقع أن يقوم بها البنك الإنجليزي المركزي. هنا يعني تأتي التوقعات بأن بريطانيا سوف تخرج قريبا من هذه الصعوبة مقارنة مع باقي الدول الأوروبية.
يعني الوضع بالنسبة لإيطاليا، بالنسبة لدول ما يعرف بدول الحافة، وهنا يجب التذكير بالمخاطر الكبيرة التي واجهتها 5 دول أوروبية هي أعضاء في منطقة اليورو، والتي كادت أن تودي بالمشروع الاقتصادي الأوروبي ككل في عام 2012. حاليا التحديات هي أكثر خطورة بكثير عما كان عليه الوضع في عام 2012. مستوى التضخم في بعض الدول في منطقة اليورو يتجاوز 10% بشكل انفرادي، هناك يعني مستوى التضخم الإجمالي قارب من 9%، وهذا المستوى هو بالتأكيد غير مسبوق. ولكن عندما نربط مثل هذا الواقع الاقتصادي الخطير بدول تعاني من ارتفاع مستوى المديونية، بالتأكيد المخاطر سوف تكون أعلى بكثير وأخطر بكثير. إذا عدنا إلى بريطانيا، يعني مستوى الديون بالنسبة للعائلات البريطانية هو متدنٍ مقارنة مع باقي الدول الأوروبية. لذلك بإمكان العائلات البريطانية أن تتحمل ارتفاع مستوى المعيشة، ولكن في نفس الوقت العائلات التي تعتمد على نظام الرعاية الاجتماعي هي بالتأكيد سوف تواجه تحديات وصعوبات كبيرة جدا. ستعاني. نعم، أفهمك. شكرا جزيلا أستاذ أحمد ياسين الخبير الاقتصادي، كنت معنا هاتفياً.